وباش نتعداو الفقرة من الواقع التونسي اليوم بعنوان الأب. تحية والحاج البابا وتحية لكل أب تونسي. بابا أما نشيلي حوايج عيد جدد. أي جدد بابا؟ لي ما نحبش نلبس متاع مناول، صحابي الكل عندهم حوايج جدد. نحب تبدا عندي احسن لبسه. امان بابا تتصرف بالشيكات. اي يعطي شيك بابا بالحق. ربي فضلك ليا يا فتوح يا بيه، ان شاء الله نكبر ونرجع لك. بابا علوش سنين نحبه بالقرون وكبير، نحبه ازين علوش. اي بابا صحابي الكل عندهم علوش بالقرون، نحب حتى انا علوش كيفهم، ونخرج هكا في الحومه ونوكل ونلعب بيه ونعشعشو. نعش بابا تصرف هكا تو باش تخليني بلاش علوش بالقرون؟ انتي ماهو كالعاده بابا بالشيكات. بالحق يعيشك يا فتوح يا غالي، والله يا بابا والله نكبر ونرجع لك والله. بابا تعطيني شوية مصروف أمان؟ باش نخرج مع أصحابي باب؟ شنيا بابا ما عندكش فلوس؟ ليه عاد؟ تي ليه بابا أصحابي قاعدوا يخلصوا عليا راه؟ ما نعرفش بابا تصرف. أعطيني نورمال نورمال أعطيني شيك تو أنا نتصرف. يشيك؟ ليه عاد بابا ليه أمان؟ ما مش تحاول نحب على شيك. باه ميسالش ميسالش. المهم أعطيني شيك نخرج بيه. بالحق يعيشك يعيشك يا بابا، ربي يخليك ليا ويطول في عمرك. بابا البروفيت ما يحبونيش بابا، يحبوني ندوبل بالسيف. ترضاني انت ندوبل؟ ما نعرفش عليك، نحب نقرا ليبر بابا تصرف اعطيني فلوس. شنيا ما عندكش؟ انا قلت لك جيبني للدنيا بابا. ما نعرفش عليك تصرف يا بابا. ليه من ليه بابا مستحيل راني ندوبل، راهم عاملين عليا بالعاني. اي اي ونحب نسكن زاده في دار، معناتها نكري ما نحبش في مبيت. ليه ما نجمش في مبيت بابا؟ ما نجمش يا بابا، ما نفهمني يا بابا. يا بابا توكي نكبر رجع لك الفلوس بابا، اعطيني الشيكات كي العاده. اي باه فوالا صحيت نقرا ليبر ونكري. شهرين كري وشهر ضماد داك هاو. زيد معاك يا بابا والله زيد معاك، ربي فضلك ليا. سامحني لحظة. الو ها امي شبيك؟ امي امي شبيك شبيه بابا؟ انا مركز يا امي، شفما شنو هي الحكاية؟ امي علق لحظة اني جاية، علق علق هاني جاي. خويا شنو هي الحكاية؟ شنو هي حكاية الشيكات؟ الشيكات متاع شنيا؟ يا أمي شنو هي الحكاية فسر لي؟ أمي شبيه بابا يعمل هكاكا؟ يا أمي بابا 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 أبوك توفى ربي يرحم، توفى من القهرة. تعرف علاش تقهر؟ على خاطره تذل في جرتك. تحب حوايج عيد يا خولك، تحب علوش العيد كيف كيف يا خولك، تحب السهريات في البواتات مع أصحابك كيف كيف يا خولك، ويجيب لك الفلوس. أما أنت عمرك ما حسيت بيه. أنت تكبر ومشاكلك وطلباتك يكبروا معاك. يا أخي أنت تعرف أبوك؟ أنت عمرك ما عرفته. طول عمره يجيب لك في الفلوس، طول عمره يجيب لك في اللي تتمنى فيه.
عمرك ما سألت روحك نهار منين يجيب فيهم الفلوس؟ ها؟ ما قلت تكبر وترجع له؟ هي تراه رجع له توا أبوك في دار الحق. فات الفوت وانتي كان عندك أمك حية وبوك حي استحفظ عليهم، تحفظ عليهم. نأكد لك اللي مهما تطلب باش يعطيوك. صحيح يمكن ما عطاوكش كل شيء تحب عليه، أما كن متأكد اللي عطاوك اللي قادرين عليه، وإن شاء الله هذه تكون لك عبر. انت خيمتنا الأمينة وانت ميزان العدل، ظلمة من غيرك الدنيا، انت لما مش شمل. انت خيمتنا الأمينة وانت ميزان العدل، ظلمة من غيرك الدنيا، انت لما مش شمل. يا أبي سعفني بكلام، كلام أوصفك بيه يا رجل. قبلة مني التجع عيدا، سجادة صلاتك على إيدك، على النظارة القديمة، على كتابك، على ثيابك، على شيبك. قبلة مني التجع عيدك، سجادة صلاتك على إيدك، على النظارة القديمة، على كتابك، على ثيابك، على شيبك. صورتك تطلع أمامي بأيما موقف خطير، نجحت في تقليد صبرك يا أبو الصبر الكبير. صورتك تطلع في بالي بأيما موقف خطير، نجحت في تقليد صبرك يا أبو الصبر الكبير. مسبحة بإيدك الأسرة وبصلاة تكتمل. يا أبي سعفني بكلام، كلام أوصفك به يا رجل. شوقي باين في دموعي، كاتب اسمك في ضلوعي. يا بابا يا نور عيني، يابا يابا يابا، ما تظنش ننساك حين، يوم ترميك السنين.
انت بصمة في جنيني يا با يا با يا با. سهرت الليل تعاني فيا صرت نحيل في تربيتي ضغط الويل ضحي بالدنيا عالجالي وفيت الكيل وجملك في قلبي دين مطوعني ليوم الدين انت دنياي وحنيني يا با يا با يا با يا با يا با. مهما كنت علي تكسى استحالة في يوم ننسى كل الطيبة والحنان يا با يا با يا با يا با يا با. شكونو هذا؟ ولدي يا بابا يا بابا ولدي دورت عيني هذاك قدور قدور هذاك ولدي نعم بوزينك ربي يفضلك من بعضك ما نسالش نبوسك من راسك ولدي منين تحب ربي يخليك ربي يفضلك ويشرفني طبعا انت على التاج على تاج فوق خلوص الناس كل ان شاء الله قدور وهذا صاحبي عيسك يا حاج ربي يفضلك بارك الله فيك من قتلت مليح بارك الله فيك سيدك على كل حال تعرف وقت اللي زرته وش قال لي؟ قال لي ديما نعطي القدور على راسه على خاطر يتعارك معك في البلاتو تصور بوه او ربي يفضله وقدور ما يسمعش كلام بيان سور ما يسمعش كلامي او تسمع خويا الكلام ما عادش تعطي على الناس مليح قدور حاجه يا خويا في المواقف ما نلعبوش يا سيد عايش خويا مش وقته مش وقته برسمك تو باش تحل واحده مش وقته بلا انت شنو رايك في المفاجاه والله نشكركم يا خويا سون كومونتير ما نجمش نحكي ما نجمش نتكلم بابا هذيك ربي يفضلك ربي يفضل قدور والحمد لله علاقتي به طيبه وعلاقتي معاه كيف هو كيف امي ان شاء الله قاعد ان شاء الله يا ربي كما يقولوا فيها الاخر نفس نقعد نعمل معاهم في البيت ونقعد نكرم فيهم وان شاء الله انا نطلب من اي انسان بوه وامه على قيد الحياه راهو شوف ما فما حتى بيبي تحلو حتى بيبي تسكر كان بتاع ربي والوالدين بارك الله فيك هذا فاصل وهنا راجعين
توقيع باش نتعدى مع الدور صاف في فو لي فام. نحب نحكي عليك انت انت عليك انت المراه التونسيه، المراه التونسيه المعلمه الاستاذه العامله اليوميه الفلاحه الطبيبه المهندسه، المراه اللي تعبه وشاقيه ما بين دارها وراجلها وصغارها، المراه المنسيه، المراه اللي تطيب وتوكل وتشرب وتنظف وتقري وترقد وتسهر، انت المنسيه. حب نقول لك ستوب، اقف اقف واغزر لروحك في المرايه، ترى في روحك، انت ترى في المرايه في المراه اللي انت تحب تكونها؟ ماكش مستوعبه وملاحظه اللي الروتين قاعد يقتل فيك كل يوم، ماكش فاهمه اللي المسؤوليه ما توفاش وما هيش باش توفى، وانت اللي قاعده توفى، ماكش مستوعبه لي الف حاجه وحاجه 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 ناقصتك، وانت الدنيا تجري بيك وقاعده تطفى كالشمعه وماكش فايقه بحتى شيء. بيان سور باش تجي انت تقول راجلي مبدل عليا وما عادش لهي بيا، ما عادش يسمع فيا في كلام حلو، ما عادش يقعد في الدار برشا، وشديته مع ايناس ومع فتحيه ومع صفيه. بالنسبه ليك انت انت ضحيه، انت ماكش ضحيه، انت السبب. ركز تلقى روحك انت السبب. شنو هو المشكله كيف انت تقف تحط الكونتور الزيرو وتقول انا انسان؟ خو نهار، مش لازم كل جمعة، مش لازم كل جمعتين خذ نهار، خذ نهار قول هذا نهاري أنا، سكر فيه حتى تليفونك، امشي أعمل سبا مساج مخ شوبينج، ما عندكش فلوس فما حتى مشكلة برا الحمام، أعمل باروق والسواك والطفل أعملهم الكل، برا اشرب كيس تاي أنت وصاحباتك ولا حد مع عائلتك، عندك الحق راهو من ابسط حقوقك انك تفكر في روحك وتعيش باش ما تفرغش، باش ما تموتش، باش ما تذبلش، باش ما تطفاش. ارمي له اولاده، مش هما اولاده زاده، وادخل غم على راسك وارقد. ما تنجمش تكون انت جبتك وربتك بالبصل وبالايدام وشعرك مشعشت وخلقك فاسده من اللي انت عايشه فيه الكل، وتستنى من راجل زاده باش يغزر لك مزيانه ويقدرك، سامحني. حد ما باش يقدرك وحد ما باش يقول له يقول لك بارك الله فيك، تعرف الواه؟ خاطر انت ما قدرتش روحك. تو انا ما نحبش روحي، نطلب من عبدي يحبني، مش باش يحبك. برا امشي عيش، برا خذ نهار كونجي يا ديني. مش تقول لي ما يحبش؟ لا يحب. تعرف علي ما يحبش؟ خاطرك انت رديته وما يحبش. انت رديته يتحكم فيك الماكينه، انت رديت روحك ماكينه. بيسكو انتي الو طلع الاسطح ننشر في المراول الخلعه، الو بالله مريولي الاحمر تمسخ راني باش نبدل مريولي الاصفر، الو بنت عمتي جايه من النرويج باش تطهر ولدها نجم نمشي، الو امي تعبه نجم نجم نمشي نطل على امي تعبه. اسلوبك هذا وليت ما عاد تنجم حتى شيء، ما عادش تنجم حتى شيء. أولادك من أصغرهم لأكبرهم أي فشل أنت السبب فيه، ولدك طاح تحرق الماكلة قص الضو كرسي ساق الكرسي تعوجت، أنت السبب في كل حاجة خايبة. علي ما تحبش تستوعب بلي أنت وياه واحد، أنت وراجل كيف كيف الزوز أنات خيمة، أي أنات خيمة تقابلتوا باش تولي واحد باش تمشي وحياة واحدة. علاش خليته هو الواحد وخليته يردك انت اصفر وبعد جيت تشكي؟ برا امشي شوف حياتك وعيش. مش معناها راهو انت راجلك خايب ويلزمك تتمرد عليه؟ على راسي وعيني اذا هو سي السيد، انت اللي تنسى، انت العمود متاع الدار، انت اللي تربي في اولاد وتطلع الصبيه صبيه والراجل راجل. انت كي تعمل هكا راهو مش معناها انت باش تعصي راجلك، انت مستحقه باش ترتاح نفسيا باش تنجم تكمل وتنجم تربي وتنجم تتحمل، مش كي هو يجيك بهمه من الشارع ويجيك بمشاكل واش تنجم تستوعبه. فيق على روحك خير من اللي يكبروا الصغار ويبدلك الراجل وتقعد رهينه في التركينه. باي باي. احسن. ايش تحب انت؟
شقولك؟ نعم؟ شقولك؟ شقولي يعطيها الصحة والصاف يعني خطاب على مستوى الخطاب والحضور وخرق العاد، أما مضمون الخطاب يعني مشكلة كبيرة معناها الحقيقة فيه يعني كانتباه أول يعني في تحريض النساء على أزواجهن يعني يخرجوا كذا كذا. أنا أقول يعني باهي معناها أنه البحث عن توازن المهن في العائلة وفي العلاقات البشرية باهي هذا، أما يعني ما هي ما أنا لغة التحريض يا أخي بصراحة ديما يعني أتحفظ يعني في تقبلها. في أي ناحية التحريض وين؟ تحريض يا أخي أخرج وسيبين صغار وسيبين وعطيها على معناها أنت ما شفتش الكلام الباهي اللي في الأخر قلت راجل. لا نحكي لك ما هو يا أخي أنت خطاب طويل وعريض وممتاز. إيه ما هو فما كلمات تبقى يعني ترن في الذهن. كان الكلمات اللي بقات ترن في ذهني شفت العقلية الذكورية ديما هي اللي تقعد تعمل ويش ما تتكلم البشرية أنا نشك فيكم الحقيقة مش فهم قتلك قتلك عقلية ذكورية شنو عقلية ذكورية يا أخي ما حول ذكورية ما عادش فما ذكور رجال في تونس ولا ذكورة أنت ما فما ذكورة وفما أناس يا عايزة إيش بيه مجتمعات فيها ذكورة يعني خلدة ذكورة من الخلدة ما فما يعني فما خطاب فما لغه يعني تتوجه يعني كانها ضد الذكور شبه الذكور لازم يكون موجود شويه ذكوره وشويه انوث شويه رجوله سامحني نجم نجاوبك جواب نعم نجم نجاوبك كما تحب انت تتوقع وتتخيل لو عش الزوجيه ولا الفاميليا بيدها مش كوبل راهو عائله كامله تكون ربه البيت اللي هي المراه تكون متحيره وتعبة وناقصة أبسط حقوقها ماناش نطلبوا في الحاجة الزايدة تتوقع اللي نجم الأولاد يكونوا مرتاحين وينجم الراجل يكون مرتاح باخ كونت سامحني إذا يكون الراجل عاتي نوعا ما شوية حقوق المرت واللي يقدر عليها هو وهي ماخذة نوعا ما حريتها اللي تنجم هي بيدها تحس يروحها إنسانة موجودة وعندها حقوق سي نورمال هابي وايف هابي لايف باش يكون مرتاح سمعت وفهمتها خلينا نرد عليها ترى ما دام ترى حاجه تجاوب خليني نجاوب تفضل تفضل يا اخي نحن ما عندي برنامج اي 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 السيده هذه يتصوروا جايبين السيد من وزن يا اخي الام معناها التوانسه نساء تونس ورجالها ونساء العرب اخي ما كانوا بطلات وجابوا عائلات سويه ولبس علينا ماناش مطعونين ومضروبين يعني ما يكونش جايبين حاجه يعني مبهره وجديده هي ممكن تتحسن العلاقات إيه نفهمك فما علاقات ممكن تتحسن شوية وكذا ويعني تتطور بما يتناسب العصر الحقيقة الحياة الحالية لا تشبه الحياة أنت 20-30 عام التالي هو تو أحسن هو أنت أنك تقول تحب الحقيقة معناتها هي تو قلت لك نهير معناتها نهير في الجمعة نهير حتى في الجمعة نهير مو انا بالنسبه لي ترتاح معناتها هي تشد الصغار ست ايام ليش مشكله تشد الصغار ست ايام ويا اخويا ساعات يعني يا اخي اسمعني انا نقول يعني انت تعاون راجلك في الدار انت راجل تعاون مرتك في الدار يا بنتي شنو هي نغسل الصابون انت ما نعاون ما نعاونش كل واحد يقوم بدوره وكل واحد ساعات نعاون هذه ساعه المرة الثالثه نتاع الليل انا نعاون فاش قاعد نعمل شكون نخدم هذا اللي نحب شو اللغه هذه يعني انا اثاره الفتنه خطاب الفتنه بين في العائله ايه ممكن يعني صحيح يعني نصل الى بعض الحقوق الجديده للمراه والراجل ما يظروفنا من بعضهم هي كي تظلي حياه عائليه اسريه زاد ضعيفه الامور كل تظلي ضعيفه مع بعضها الناس كل تكلت والله العظيم وبلا توصل انا تعرف شنو بيت في شنو انه قدور يسمع فيك وشيخ قدور ما يا اخي هذاك صديقي وانا نعرف الشخصيه نتاعو وصار نظلي ندغدغ له في الشيطان ساكن في الضمير وضمير ساكن في الشيطان نفهمهم ليه نفهمهم ليش ويعني ودعبهم من بعيد يا حبيبي قاعد يرتب في افكار عندك راي عندك راي قدور ولا خلينا نبدا واضحين وفاهمين وعلى السكه اوكي باهي شنو هي رايك انت في قول ربي سبحانه كي قال ولا تنسوا الفضل بينكم شنو هي قولك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كي قال لو كنت آمرا أحدا بس أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها سامحني ولما الزوجة توكل وتشرب وترقد يا أخي مزية يا أخي ما مصغارها حاجة أخرى من لا خطاب ارمي له ولاده يعني سامحني عاد سامحني يرحم والديك قل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم خليني نكمل أنا من بكري وأنت تارب بسم الله ما شاء الله وأنا ما قطعتكش خليني سامحني
كمل. خطابك ما يمثل كان ما يمثلك ما يمثل كان نفسك. وخطابك هذا يا عار على المرأة التونسية. انت عار على الرجل العنيف في المطلق. لا 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 انا نحكي على الموقف. انت اول حاجه على الموقف. انت تقف انت تقف انت تقف على ذي خذا يا مفتي. سامحني سامحني ما قصيتش عليه. ما تمسنيش في شخص. ما تمسنيش في شخص. ما تمسنيش في شخص. انت عار على الرجل في المطلق. انت شكونك مفتي؟ انت تقف على ذي. رد بالك تجبد لي شخصي راني ما نسمح لكش. انا عندي اربع صغار يقوموا يصليوا الفجر. ربي فضلك ربي فضلك ما عندك. احكي معايا بالقدا نحكي معاك بالقدا. راه اسهل حاجه طول اللسان. لا حول ولا قوه الا بالله. تقول لي تعال على المراه التونسيه اسمع عليك المربيه نتاعك منين؟ ما كنت كريستو اعطيني جمعه ماء ارضى بالاختلاف وناقشني. ناقشني باسلوب باهي. ربي فضلك اقسم بالله برنامج قولوا عرس هل يقعد شويه يزرع ويخرج. اول حاجه الساعه انا اللي يخرج من البلاتو ما عادش يرجع بريميرمون خاطر انا ما عادش نسمح لحتى حد يعمل لك وخارج هكا تقول درشني. اي تعرفش كيفاش خويا اي معز اخرج غني. أنا نسيت يلي بعت غرام يلي قلت كلام يلي حبك واجع حبك واجع كنت تقول لي كلام قصة حب غرام والله الحيرة حرام ماني مسامة ماني مسامة كلامك فيا وشام ما عاد فيه ملام حلف ماني ندام علي ضايع علي ضايع أنا نسيت يلي بعد غرام يلي قلت كلام يلي حبك واجع حبك واجع ولت بالمكشوف انت بايع انت بايع تهدر في حروف تجرح في سيوف بعدنا بالمعروف ماني طامع ماني طامع يا نسيت يلي بعد الغرام يلي كنت كلام يلي حبك واجع كنت تقول لي كلام قصة حب غرام والله الحين حرام ماني مسامة ماني مسامة ما عاد يفيد ملام
قصة حب غرام والله الحيرة حرام ما ننسى ما اسمع انا شدك الشدحة والله يعطيكم الصحة والله يعطيكم الصحة معز باش نقول لك حاجة ايه ميسيرش ما متغشش بيان سور كو نو ها اسبري سبورتيف بيان سور والله كان خليت العرك خير لا برجوليس هذوك غنايه مزيانه على الاخر والله والله غنايه مزيانه نحب نقول كلمات والحان وتوزيع شكون نفضلك وعاد اي لا لا بالعكس انا هذا مش عامل انا مسابقه شكون لا لا يلزمني بيان سور كي نقدم اغنيه يلزمني نقول كلمات واشعار والحان شكون اي شكون اي بيان سور وقتين وبشير فك الهبته وقتين وبشير لازم تكتبوا من لوطه في العرض وعايز تكتبوا سمير لوسي براي براي دونك هذايا الحان وكلمات بلال خمير شراي فوالا والتوزيع نتاعها قام زوز موزعين وزعوها لي هذه موزعه من زوز من زوز منير الغضاب تحيه الكبيره ليه ومن بعد الفنان القدير منير الغضاب منير الغضاب طبعا المايسترو الاستاذ الكبير وزاد كيف كيف وقف على التنفيذ نتاعها واعاده توزيعها سامي معتوكي زاد كيف كيف تحيه كبيره بالجرون توا انا باش نبدل لكم الجو جمله وشوف كيفاش انا باش نكون في حصه باش نولي في حصه اخرى وباش نستقبل سهيل براعي انا في الحصه نتاعي الحصه نتاعي انا مدير البرمجه نتاعها دونك باش نعمل لك السبت الرياضي نتاعك الله يخليك الله يخليك فهمت كيفاش ولا الله يخليك بالنسبه للامور الماديه وكل شيء عندي عقد فهمتني في خطيب 200000 دينار لاحسن المحامي برا خويا انت الله يخليك اللهم صل على النبي اي مرحبا بكم ساعه الناس الكل بالله نحب تحيه من احنا للببليك ساعه قبل كل شيء وين باهي باهي تحية خاصة ساعة الببليك تحية لكم الناس الكل فرحان برشا اللي جديد معاكم في الحصة دونك ان شاء الله نسخن بلاصتي ما نعرفش ان شاء الله نعجبكم احكيوا لي من بعد الحمد لله عليك انت تبارك الله عليك خويا الغالي سهيل بالراضي ديما سخون ديما حاضر ديما الله الله يخليك الله يخليك وربي يفضلكم كل حتى ما سخنت جمر البيت وهذه لاباس لاباس ديما حاضر ديما حاضر دونك فرحان برشا جي انتجري العائلة هذيا لكم في الكل بلوس ونص زاد زدتها انا من عندي فرحان برشا سورتو جايكم بدم خلينا نقولوا محرحر شويه نحب تحيه خاصه للجمهور التونسي اللي في قطر الجاليه نتاعنا كمل علي 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 وفي بيه الببليك اللي في قطر غاديكا دونك رينا ساعة قبل كل شيء الألوان متاع الجمعيات الكل مخلطة في بعضها رينا درب واحد رينا لحمة واحدة تلمنا دونك نحب نبدأ بالغنية اللي بدأوا بها هما بورا تيري لي زونت بوزيتيف خنفيقوا شوية هكا ونبعثوا لهم ميساج بوزيتيف دونك بالواد اتراكسيون بتاعنا يمشيوا لهم موجات إيجابية بالقدي هما بدأوا بمش نورمال واحدة واحدة أيا سمعوني أنت فوالا 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 فوالا
فوالا دونك بعد زاده تحيه للتوانسه في العالم الكل بي ميساج يتعدى لكم انتوما زاد المشاهدين نتاعنا دونك ظهر لي كلكم تحركتوا تويكا دونك هز راسك الفوق مليح راك تونسي راسك عالي ساعه ديجا ليكيب ناسيونال تاعنا اول منتخب افريقي واول منتخب معناتها اول منتخب عربي يربح في التظاهرات العالميه الكل كاس القارات كاس العالم كاس العرب دونك ديما ريوسنا راهي مرفوعه الفوق من بعد تحيه نحب تكون خاصه برشا للملاعبيه نتاعنا لي زاكتور كنت ملاعبي نعرف شنو هي الكوره نعرف شنو هو الماتشات اللي كيما هكا عقابلي تسهر للصباح ما ترقدش تدخل يعلم بيك ربي تلبسك الدراب وتلبس المريول هذاك تحط الشعار لهنا فوق القلب ترى النجمه والهلال ترى النجمه والهلال وتقف على الليم ناسيونال والدراب قدامك ويبدا طالع الفوق والنشيد الوطني معناتها نتاعنا وتتذكر ال 12 مليون اللي في ديارهم اللي هما 200 مليون واللي هما بقلب واحد بروح واحد بدم واحد دم تراب البلاد هذية دم تونس اللي قد ما باش نحكي قد ما باش نزيد لان نساو 3000 سنه حضاره اللي تعداو على البلاد هذية كل واحد شنو خلى من دمه لهنا ما نساوش الحضارات مختلفه الفينيقيين البربر اللوبيين القرطاجيين عليسة الكاهنه حنا بعل هذوما خليو من دمهم لهنا والدم هذا يخرج الرجال والنساء نتاع بلادي اللي انا كي نغزر نقول يرحم جدودنا وينزرعونا اليوم في البلاد هذيا ورجالنا اللي غاديكا في قطر ولادنا انا اخوكم ومنكم وديما كي نتفرج في ليكيب ناسيونال فما حاجه تتحس ونفهموا بعضنا مليح ميساج هذا لكم انتوما الاولاد عندي فيكم ثقه كبيره كلنا لهنا عندنا فيكم ثقه كبيره ومستحقين فرح مستحقين فرح دونك انتوما اللي تجموا تجيبوها كي نشوف التصويره اللي ورايا تويك حب معناتها ترى التصويره هذيا نتذكروا لي جمعه التالي في راس بالعربي اللي ماركا دوبليه بوه توفى الله يرحم الله يرحم دونك بوه توفى وهبط في الماتش هذايا قال هو نوماج مون بير معناتها تري فور في قبره ان شاء الله في الجنه في راس خويا يعني بور اتري فور مونتالمون للدرجه هذيا باش تنجم تلعب ماتش بعد ما بوك توفى بنهارين ماركي زوز بونتو خاطرك راجل وولد راجل الله يرحم الوالد برافو 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 لزاده برافو للجروب الكل معناتها اللي كان سوليدير برافو ستاف تكنيك نتاعنا التوانسه منذر كبير عادل السليمي جلال القادري برافو معناتها الامور اللوجستيه الكل اللي والناس اللي متجنده الكل ستاف ميديكال الناس اللي غادي الكل اي سورتو الببليك اللي غادي واللي هنا رانا قلب ورب معكم ان شاء الله نوصلوا للتيتر نعملوا عليكم إيه من الاخر تصفيقه الاخر عليكم الحاجه الثانيه اللي حبيت نحكي عليها اليوم في الفقره نتاعنا نتاع سبور دونك حاجه مهمه برشا اليوم افيك ان بو دو ريكول نرجعوا نذكروا شنو اللي صار معناش برشا دونك ليكيب نتاع الباسكيت الى ايتي شامبيون دافريك تحيه ليه ليكيب نتاع الفولي كيف كيف ليكيب نتاع الفولي كيف كيف شامبيون دافريك بطل يعني ابطال افريقيا راه فما ابطال افريقيا راه كي تطلع على البوديوم هذاك معناتها الحمد لله كرمني ربي وعشت سوبر كوب دافريك وعشت كي تطلع على البوديوم هذاك وتحط الميداي هذيك لهنا ما السونساسيون هذيا نتمناها لاي واحد منا ولا من ولادنا رانا لازمنا نربيهم باش يوليو ابطال نتعداو من بعد للناتاسيون عنا مازال كي جاتنا ميداي من لي جو ميديترانيا من الحفناوي ها هو رايا تحيه ليه تحيه ليه تحيه ليه كيف كيف زاد مش بعيد برشا نتذكروا البارا اولمبيك نتذكروا روعه ليلي نتذكروا وليد كتيله نتذكروا الجنود هذوكم الكل نتذكروا الجنود هذوكم اللي هزوا الدراب وكي ترى حاجه كيما هكا راهو سي با فاسيل نتذكر زاد التنس اليوم اوني كاليفيي في ديفيس كاب في ليفل 1 بور اون بريمير معناتها في تاريخ تونس وفي تاريخ يمكن الدول العربيه معناتها كي نشوف هذوما الكل فما حاجه تقلقني شويه انا الداخل باش نتكلم عليها دونك وزاره الشباب والرياضه نيدي معناتها انديبوندامون دو تو راهو الابطال احنا يجيونا يطلعوا من عند ربي معناتها وفي الربعي ويتريني وتحفي في صاله تسقف في قطر وما عندهم حتى شيء ولا ماكله لا فواياج لا تيكي لا ويمشي ويجيب الريزولتا كيما هكا البرة راهو في فرنسا وفي لي ناسيون الاخرين ما غير ما نسمي يعني دول امريكا
ناس راهو تصرف في المليار دويت في في في, في تريليار دويت باش يطلعوا ربع بطل من الابطال اللي احنا يتولد هكاك. يعني ريبارتيسيون بيدجيتير نتاع اللي حاطينها لوزاره الشباب والرياضه اي اونتر بارونتيز زيد وزاره قبيله سمعتكم زاد تحكيوا على الكاتب وعلى وزاره الثقافه معناتها الفنيين المسرحيين اون دوا بيان ريبارتير الشيء هذايا ولازمنا نمشيو في الدبلوماسيه الرياضيه في التوجه الرياضي كما راهو قطر اليوم تستقطب في كاس العرب تستقطب في كاس عالم تستقطب السعوديه الفينال تاع كوبا امريكا ولا تاع دول الاخرى تتلعب اليوم في الدول العربيه احنا شبينا مازلنا حايرين في تيران معناتها والتيران يعلم ربي تيرانات ميكس بين ترتون وغازون ساليت حاله تجري معناتها راهو برشا علينا ومو عطيونا لي زانستالاسيون باش وليداتنا يلقاو وين يترينيو ويلقاو لي بلاتفورم باش يطلعوا لنا دي شامبيون خاطرهم مولودين شامبيون. هذا يعني دي بالله ما غير حتى يعني نسوقوا بكل يعني وظهر لي صوت التوانسه الكل قداش من مره عنا نحكيو عليها إلي طون باش ننفستيو في السبور. ناخذوا ليكزومبل تاع الرالي الاخر اللي صار في في, في الجنوب التونسي. الرالي الاخر اللي صار في الجنوب التونسي جاوا اكثر من قداش ناسيوناليتي الكلهم روحوا فرحانين. الرالي تخدم يمكن ب 400 ولا 500 شخص اجنبي جاء للرالي. دونك هذا التسويق نتاع الجنوب التونسي ونتاع تونس نتاعنا المحلاه البي. دونك العام الجاي سي كونفيرمي بوتيتر اكثر من 2000 بارتيسيبون. هذه صار التظاهره رجعت بعد قداش اغزر في عام شنو اللي نجموا نعملوا. دونك نيدا باش نكملوا في السبور الاخرين الكل انديفيديويل اي كوليكتيف. الحاجه الاخرى بيان سور اللي ما نجموش تعداو ما نحكيوش عليها الجمعه هذيا هي دونك حاجه اللي عملت برشا حس دونك سيريموني نتاع الفيفا في البالون دور اللي بور لا سيتيام فوا ميسي معناتها احنا كرمنا ربي ونقولوا نفرحوا اللي جينا في في وقت فيه ميسي وكريستيانو فيه نادال وفيديرير فيه دونك هذوما زوز اساطير في الكوره. ميسي ابري دونك 2009 2010 2012 2015 2019 يرجع 2021 بالبالون دور. لازم نفهموا هنا ونفهموا احنا الناس الكل شنو لي كريتير معناتها المعايير نتاع التصويت في البالون دور. التصويت وانك ساعه شنو عملت مع النادي نتاعك ولا مع المنتخب البلاد نتاعك. هو إلا إيتي شامبيون مع 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 الأرجنتين في الكوبا أمريكا، مارك أربعة بونتو وعطى وعطى دونك 4 ولا 5 أسيست، دونك إلا بيرفورمي، مي سينو في في إسبانيا هز لي دو لي دو كوب معناتها ماهيش اللي حاجة كبيرة، أما فما الناس اللي تصوت هما الإعلاميين، هما لي كابيتان ديكيب قبل كنت نلعب في بولونيا، أنا نعرف اللي كابيتان يفوتي والإدارة، دونك فما دي فوت دي نومبر دو بوان، دونك من بعد الدي كونت كل واحد كان ما مشاش البي إس جي معناتها الببليك نتاع بي اس جي اللي فوتي للبالون دور ولا عندهم شكون يفوتيو له. دونك انديبوندامون يعني تزادوا له اصوات هذا خلاه يكون بيان سور خاطر فما مرشحين اخرين تو نشوفوا تو معناتها ورايا حتى لي بور اللي كونتر. دونك فما كان نجموا تنعديو هذا تو مثلا من الكلام اللي يتقال يقول لك هذا ثالث الليغا بدون تسجيل اي هذا من الناس الكونتر خروج مهين في في من باريس في الدور 16 في الشامبيونز ليغ خساره نهائي السوبر امام بيلباو العملاق دونك لقب كاس امام بيلباو غرناطة اللي هو حكايه فارغه لي كوب قلنا دونك بارابور للليغا خساره الكلاسيكو ذهاب واياب لقب كوبا امريكا اربع اهداف اما ما سجلهم مع بوليفيا تشيلي اكوادور يعني مش مع منتخبات معناتها خلينا نقولوا في الصنف الاول دونك حسم نصف نهائي كوب الحارس مارتينيز يعني هذا لي كونتر خلينا نشوفوا بار كونتر كي نعديو البور تنجم تقول معناتها بروبورسيونيل الحكايه دونك هداف ثاني اصعب دوري في العالم دونك اللي هو دوري الليغا بعد بعد البريمير ليغ نتاع انجلترا دونك افضل لاعب في الكوب افضل هداف في الكوب في الكوبا امريكا بيان سور افضل صانع اهداف في الكوبا لقب الكوبا امريكا كاس ملك اسبانيا افضل لاعب في المباراه في الدوري 32 من جوله ولكن هذوما لي بور لي كونتر كي نشوفوا الراء اللي باش نكونفيرمي كلامك على القيمه التسويقيه نقراو توتي في تصريح معناتها سابق شنو اللي قال وحط تصوير ليفاندوفسكي اللي برشا يراوه اللي كان كيما نقولوا هو اللي معناتها كان يجم يتحسن على الجائزه اقرب هو ولا بنزيما دونك قال الكره الذهبيه الجائزه لا تمنح للافضل في العام هي تمنح للبقره الذي تدر لهم اموالا اكثر هي مهزله كرويه وليست جائزه تمنح بشفافيه بيان سور راي توتي
توتي راي توتي نحترموه ولكن اللي تي ان بو ابوزي معناتها هذايا دونك فوالا هذايا شنو اللي عندنا ماتير اليوم. من بعد نقولوا لازمنا نعطيو بيان سور الكلاسمون فينالمون كيفاش وفاه. دونك ميسي ب 613 نقطه هو في المرتبه الاولى، ليفاندوفسكي 580 نقطه هو في المرتبه الثانيه، جورجينو معناتها المنتخب الايطالي دونك هو 460 نقطه، بنزيما 239 بوان هنا بوان دانتيروغاسيون، ملاعب 12 سنه في ريال مدريد كونستون ويلعب في روندمون هذاك وهز كوب دوروب مع ايكيب هذايا صار ديبا كبير عليها. وكيف كيف نقولوا كونتي مع لاعب تشيلسي ومنتخب الفرنسي اللي قال عليه مورينو معناتها نحطه هو ومن بعد نركب عليه التركيبه كي كان يريني في تشيلسي سبيشال وان، دونك 186 نقطه. هذوما معناتها شنو اللي عندنا في البيرفورمانس ادي با تشفيقه كبيره اخويا. الله يخليك برجع حس على شوي. الله يخليك ميرسي بوكو. الله يخليك ميرسي بوكو. اي مش نورمال يا واحده قيت الروبورتاج إشهاري. قال لي بطبيعة الحال باش نستقبلوا مروان. دونك كيما كنا نتفرجوا سيادتك في الفي تي ار سبيس نت سيت اي كوميرس نلقاو فيه اون فاريتي دو جام دي تيليفوني دي سمارت فون تو سكي الكتروميناجي. عندنا 15000 برودوي تقريبا. دونك نحب نقول لكم انه في سبيس نت تلقاو ليفريزون ا دوميسيل بيان سور، تلقاو زاده كيف كيف على كل اشا فما دي ريدكسيون اي دي بروموسيون. وان شاء الله في لو 6 ديسمبر في الشهر هذايا باش تلقاو دي ريدكسيون ينجموا ياخذوا حتى ل 70% 70% التخفيضات هذوما سادك معناتها حاجه ب 100000 ناخذها ب 30 فوالا ينجموا ياخذوا حتى ل 70% قيمه التخفيضات هذوما. مع العلم انه احنا عندنا اكثر من 15000 برودوي تقريبا نلقاو في السمارت فون، نلقاو التليفوني الجيمنج اون فيان دو لونسي زاد سبيس نت جيمنج. نعرفوا الكوميونيتي نتاع الجيمنج في تونس كبيره برشا، تلقاو دي بي سي سور ميزور، تلقاو دي بي سي مونتي. الكوميونيتي نتاع الجيمنج تلقاو دي اكسسوار، تلقاو تو سكي جيمنج موجود في سبيس نت. مع هذا الكل نحب نقول لكم تلقاو زاد البوتي السونتي البيروتيك الموبل لي سمارت فون لي بي سي بورتابل لي بي سي بيروتيك اوسي هذوما الكل ديسبو في سبيس نت. دونك ان شاء الله باش تلقاونا معاكم سيزون كامله كل ايبيزود باش نجيبو لكم دي كادو. نحب نقول للناس اللي توا قاعده تتفرج فينا كادو لشكون؟ للبوبليك اللي قاعد يتفرج فينا قبل كل شيء فوالا. دونك وانت توا قاعد تتفرج فينا والبوبليك بيان سور بيان سور فما دي كادو في التريك الشيخ ساندني معناتها عندهم دي كادوات بيان سور وتوعدهم بيان سور نعطوكم فما دي كادو نعطوكم فما دي كادو. دونك وانت توا قاعد تتفرج فينا تدخل للباج فيسبوك نتاع سبيس نت تونيزي على خاطر فما تيراج وسور هايفا. عندنا تيراج وسور ان شاء الله كادو لهايفا باهي هايفا فما كادو في التليفون ان شاء الله ربي يخليك. دونك تدخل توا للباج فيسبوك وعربي زاده للباج فيسبوك نتاع سبيس نت تونيزي باش تلقى لافيش، بارتاجي لافيش تلقى ثلاثه من صحابك. عندنا في تيراج وسور اورديناتور للربح هذايا من الاول، عندنا توا اورديناتور للربح وبيان سور باش يكونوا فما دي كادو اخرين في الطريق مع سبيس نت. جاست كليك قضيتك تجيك بينيديك. جاست كليك قضيتك تجيك بينيديك. مروان شكرا ميرسي بوكو. وصلنا هكا وصلنا لنهايه الحلقه نتاعنا، ان شاء الله تكون
حلقة عجبتكم، ونحب ناخذ كلمة 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 أخيرة من هيفا من عم حسن. كانت تحب تخلي، وكان هيفا برك تقول الكلمة الأخيرة وتخرج. باش نبدا بهيفا أنا بطبيعتي، كلمة أخيرة. ساعة محليكم الناس الكل، قدي فرحانة بلي أنا عملت سهرية معاكم، إن شاء الله نكونوا خفاف الظل على المشاهدين. بيان سور أن كرون ريميرسيمون للبوبليك اللي عمل لنا جو الليلة اللي كانت في صدر. À tous les chroniqueurs, Mahlena, équipe Mziena, Inch'Allah, famille Mziena. Chekart l'arou, ça y est. Et bien sûr, je dois remercier le hairdresser ou le make-up artist, Oussama Souli, à le maquillage ou la coiffure. Et bien sûr, la marque Semiramis, qui est l'ambassadrice. C'est Mahni Fi Sousa. Merci. إن شاء الله عدينا شوية حلوة على سادة المشاهدين، وكنا يعني خفيف ظل عليهم واستمتعوا بينا، وإن شاء الله الحلقة الجاية تكون أقوى وأقوى من هكايا. عم حسن اسمعني، أنا والله أنتم أرهقتوني يعني بالتصوير الطويل في الحلقة الأولى هذه وكذا، والأمور مازالت ما ضبطتش، ولكن يعني نحس روحي مسنود يا أخي بالشابة هيفاء حبيب وبالشاب يعني بشرة المعلم هذا اللي هذاك العربي بعدو عليا يا اخي يتبع فيا من عمنا ولسني. مرحبا بكم يا العربي المازني، ولولا حضورك الجميل وحضور الجماعه كلها، حضورك انت خاصه لا يضحكني وشيخني الحقيقي، فرد عليا ربي يخليك، فرد عليا وشبه يعني في بعض يعني النكهه نتاع الله يرحمه ونعمه يونس شلبي الممثل المصري الكبير، تحيه لروحه ان شاء الله ربي يرحمه. الكلمات تحتي الكلمة الأولى نطلب من المرأة رمضاني الحلقة الجاية تحطني بعض هيف، هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية أنت ما دام طلبت الطلب هذا الحلقة الجاية مش موجود. يسأل وطلب الثاني الجماعة اللي تبع فيها على انستغرام يسيرش تكتب سامي دريدي أن ترجع تتابعنا على انستغرام تسبورتيني وميرسي بيان. شاب بشير فرحان برشا موجود ما بيناتكم، موجود بحذا عمي حسن كنت انا وياه اصحاب على الاخر وعربي وجميع الكل ما اي نورمال نورمال ماشي في البوخ يا اخي ما وفرتوني معنا ما نعرفش هاي ما سبب انا تصرت قدر وطلع برشا يا ولادي راني نخدم في حلقه ما نعرفش تعملوا عركه. انا فرحان برشا موجود بحذاكم، هذه البدايه مازال ميرسي مايكواف وماتزارو ميلانو، والحلقه الجايه تجي اقوى من هكاك ولا لا تعمل قدور. ختامها مسك خويا سهره، ما شاء الله فرحان بيك صادق خويا قمه في الاحترافيه، وفرحان اللي نخدم معاك مع الوجوه النيره هذوما الكل عايش. كذلك تحيه للببليك اللي صراحه اعطاني انرجي وكذلك هي فرصه زاد انا باش نترحم على المصور الصحفي مقداد الشواشي الله يرحمه وينعمه اللي توفى ظهر الخميس بعد صراع مع المرض، تغمده الله برحمته ان شاء الله ربي يرحمه اهله وجميع الصبر والسلوان. وخليني نختم بقوله، المقوله تقول اياك ومعاشره الكذاب فانه كالسراب يقرب اليك البعيد ويبعد عنك القريب، واياك ومعاشرة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضر، وإياك ثم إياك ومعاشرة العاقل لوالديه فلا تدري متى ينزل عليك غضب الله. أمي وبابا والناس اللي حبوني والسلام عليكم. عربي بالحق أنا فرحان برشا برشا بأول حلقة ذي الله وحد علينا، فرحان برشا بيك بصديق شكرا ياسر وحشت الخدمه معاك. يقلدوا فيا يا سيدي ما تقولش عليك. نحب تحيه كبيره برشا خاطر الحلقه هذه موصلت عملت لبرشا تعب وما الناس ما تعرفش. نحب نقول بالرسمي معناتها للكيب اي سورتو اختي الغاليه بالحق مروه، نقول ربي يوفقك اختي وربي يعطيك القوه والصبر، والكيب اللي دخلت معنا جديده اختي الغاليه وميمة بن حفصيه رانيا حمادي ايمن بشيني زاده صافي هذوما اللي في الكواليس هذوما في الكواليس ريم الكافيه عاد المعلمه كانت بحذانا بالطبيعه عاد عاتب بوزيد الغالي صديقنا الفنان، ونحب نقول تحيه لمتزارو ميلانو بيان سور، ونحب الماي كواف منزه نوف سونتر مقني احلى الماي.
وقبل ما نخليكم مع بقية برامج قناة التاسعة، إن شاء الله تكونوا قضيتوا معنا عشوية مزيانة، وإن شاء الله نرجعوا لكم السبت الجاي من 5 إلى 8 كالعادة على قناة التاسعة، برنامج الكل في الكل. نحب نهديكم صوت جميل قدور لارتيستو. على خير. Na 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 na. Ya na 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 na. صغري جاي الزنقة ما يدوال وما نلقى مازال ما خلصت الحلقة لي ضيع هذي الموند عند الله الملقى يعني روح واحد ما يبقى ما يدوال وما نلقى مازال ما خلصت الحلقة لي ضيع هادي الموند عند الله الملقى جاع نروح واحد ما يبقى في مغام الليل نسير نافيقي زماني نصدم ونفير ندير نحقق الأماني الكوري القلب يقول واش الثاني مشاهد تصغير انا هكذا بابا خلاني ما شافوكاش هادي ما شافوكاش دي بار صعيب او حنا الزيرو ما عندنا ما عاشوكاش هادي ما عاشوكاش تشوز نفاس نوار ما يتنسى فوفية ماشي غير فيك انتيا هذا ظاهري وهذا مكتوبي ونعيز في العقيرية وخاطيني الرومانسية ومتي قا عندي لفوبي انتي يا روحي في الامان وانا فهم ميلاتي قراني قاد السماء ومشي الرياماتي خلي اللقاء للحقيقة جواتي واللي هدروا ما شافوا ما عاشوا حياتي ما شافوا قاش هادي ما شافوا قاش دي بار صعيد وحنا تسيروا ما عدناش ما عاشوا قاش هادي ما عاشوا قاش جوزنا فاسين وار ما يتنسى صرنا يا مولانا صرفوا علينا عشيش قدامة خلونا كل يتامة نتحسبوا بالقيامة يلي مواقف ضيعتوها مش
شيخه درستوها كي تبغي تشوفوها فلوس البلاد قاعد لي توقع اللي البرا نعدي توقع جيرتي يقمع توقع قطع من ذوني يا حبابي غير في جمونا على شي بغي تتلومونا كيف قلنا الحقيقة هذه آخر كلمة عندي نكتب جا من قلبي الشدة فيك يا رامبي في بلادي ظلموني يا ما نما نما